حمود عمره أكثر من عامين في وجه الميليشيا الغاشمة في جبهة الشقب، قصف وحصار وألغام وقنص وكل صنوف الإيذاء التي تحملتها إرادة أبناء الشقب في هذه الجبهة التابعة لمديرية المسراخ والواقعة إلى الجنوب الشرقي لجبل صبر ثاني أعلى قمة في شبه الجزيرة العربية. هذه هي أحدث موجة من القصف بمدافع الهاون والهاوزر وصواريخ الكاتيوشا تتعرض لها قرى منطقة الشقب في عزلة النجادة، لكن صمود أبناء هذه المنطقة هو القصة المنسية في سجل الحرب. كما تشاهدون في هذه اليوم تم قصف 4 منازل من قبل ميليشيات الحوثي وعفاش، فما ذنب هؤلاء المواطنون الأبرياء الذي يتم قصفهم وقصف منازلهم من قبل ميليشيات الحوثي؟ خلال الساعات الماضية تجددت المواجهات ونفذت المقاومة هجوما على مواقع الإنقلابيين في تبة الصالحين وتبت المشهود بإسناد محدود من قوات التحالف. الحصيلة 6 شهداء من المقاتلين. تضاربت الأنباء بشأن أسباب استشهادهم وعما إذا كانوا قد وقعوا ضحية غارة خاطئة. الحصار وانعدام الإمدادات وتجاهل الشرعية هي من يخذل مقاتلي جبهة الشقب الذين كانوا قد استطاعوا استعادة معظم المواقع الحيوية من أيدي الإنقلابيين، لكنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بها بسبب قلة الإمكانية التسليحية في مقابل خطوط الإمداد المفتوحة لأعدائهم. ليس القصف والقنص والألغام هي من يقوض الحياة في هذه المنطقة فحسب، بل الحصار أيضا، وكلها عوامل عمقت من مأساة السكان هنا الذين يشعرون أنهم يخوضون حربا بلا إمدادات. تحصد الألغام المدنيين دون رحمة في الشقب، ويواجه هؤلاء الضحايا مصيرا لا مثيل له من الإهمال والعجز في ظل انحسار الخيارات بما فيها قدرتهم على النفاذ إلى المستشفيات البعيدة بحثا عن فرص للتعافي.